لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واجراءات انعقاد الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي بدايه النهارده من مدينه نصر. معايا في هذه اللحظات كابتن هيثم السعيد، كابتن نجم كره السله السابق ايضا وزميلنا في قناه النادي الاهلي. برحب بك يا كابتن النهارده، واكيد تواجدك كان مهم النهارده كعضو في النادي الاهلي، ومهم ان احنا نوافق على اللائحه الخاصه بيه. في الحقيقه بص انا يعني مش فاهم يعني حاجه، يعني في انديه وهليوبلس وسموحه قبلينا سبقوا، مش عارف ليه الهجوم على النادي الاهلي، ليه دايما التركيز مع النادي الاهلي؟ النادي الاهلي بيحط لائحته، ده مش غريب عليه، لائحه يعني النادي الاهلي اللي عاملها مش بتملى عليه من الخارج، انديه كتير سبقتنا، مش عارف ليه الهجوم على النادي الاهلي. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، انا عندي ثقه كبيره جدا في الجامعه العموميه ان هي هتيجي وهتقول رايها، احنا ما بنوجهش حد، ما بنقولش. خلينا ناخدها جزئيه جزئيه. الهجوم على النادي الاهلي عشان هو على يومين، عشان الجامعه العموميه على يومين، رايك ايه في الموضوع؟ الموضوع ده ان هو احنا كلنا قرينا اللائحه ورينا ما فيش حاجه تمنع ابدا، ان ما فيش نص صريح يمنع انها تبقى على يومين، وايضا ما فيش نص قال انها في يوم. يعني فاذا انا ما خففش على الناس ليه؟ اولا جمعيتي العموميه كبيره، انا النادي الوحيد يعتبر في مصر اللي عندي مقرين، وده باعتراف الوزاره سابق بمراسلات ان انا عندي مقرين. يعني ليه ما قلناش الشيخ زايد؟ ان الشيخ زايد فرع، انما انا دلوقتي عندي مقرين. انتخابات الرئاسه بتعمل على اكتر من يوم، او اي استفتاء بتعمل على اكتر من يوم، انتخابات مجلس الشعب بتعمل على شهور. ايه المشكله ان انا اخفف على الناس لو ده في ايديا؟ خاصه جمعيتي العموميه من اكبر جمعيات عموميه في مصر. دي اول نقطه، انا مش شايف فيها اي مبرر ولا اي داعي ان هو تعمل عليها الهيصه دي كلها. سيبوا الناس تقول كلمتها، دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، احنا ما بنوجهش او ما فيش حد يقدر يوجه جمعيه عموميه النادي الاهلي. عضو العامل في النادي الاهلي اذكى، وعلى مدار التاريخ ثبت ده، اختياراته بتبان. يمكن النادي الاهلي من الانديه القليله جدا اللي بينتخب قايمه، ما بينتخبش غير قايمه، يعني ما عندنا وعي كبير جدا في الجمعيه العموميه. فالجمعيه العموميه ما حدش هيقدر يوجه الجمعيه العموميه. فهي الفكره كلها ان هو مهما عملنا ومهما قلنا، الجمعيه العموميه في النادي الاهلي جمعيه فاهمه، احنا ما بنوجههاش. تعالوا يا جماعه قولوا رايكم، موافق عليها، مش موافق، مش موافق، مش موافق. فباذن الله النادي الاهلي يطلع، المهم التواجد بالظبط، وفي الاخر النادي الاهلي يطلع منتصر ايا كان اقروا اللائحه الجديده او ما اقروهاش. في الاخر النادي الاهلي هو المنتصر، النادي الاهلي هو الكبير، وان شاء الله تعدي بكل خير. بس الحاجه اللي عايز اقولها، التنظيم هايل، يعني بندعو الناس انها تيجي، الموضوع ما بياخدش اكتر من دقيقه، حتى بره العربيات اللي بيقول رايه بيمشي في 3 4 دقائق، ما فيش اي تزاحم، ما فيش اي زحمه، الناس لازم تيجي تقول كلمتها. وفي الاول والاخر المنتصر هو النادي الاهلي، احنا ما بنتكلمش عن اشخاص، ما بنتكلمش عن، بنتكلم عن كيان، واحنا جايين هنا عشان خاطر كيان النادي الاهلي. شكرا جزيلا.